يعني انا قصدي انها ممكن تعطي انطباع ما كويس للعميل. تراك فوتيل محترم انت موت في زواره. بس شوف ايش يقول لي حسن، يقول لي انه عبايتي مو بروفيشنال، وانا قاعد احاول اقنعه انه هذا ترند. انت ايش رايك؟ هي حلوه مرتبه. شفت كيف الذوق؟ يعرف يقول كلمه حلوه مو زيك. انا ما قلت ما هي حلوه، انا قلت ما هي بروفيشنال. اجاملك يعني؟ المفروض. ما عليك منه ذا الاله، ترى ما عنده اي مقومات التواصل البشري. ما تعرف تقول كلمه زين للبنت، تجاملها؟ اصير اله ولا اجامل؟ ترى المجامله زي الكذب، تقعد تحفر 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 الين تطيح، وقتها تقول يا ليتني ساكت. انت قال لك قال الحكمه الحين؟ ما شفت تشخيصاتك؟ ايش بها؟ خلني ساكت بس. يا الله وش هالمكان الخايس وراه صار كذا. اش اهلا وسهلا، بسمينا الحجز. وش في المكان كذا صاير؟ معليش وش في المكان يا خاله؟ وشو وش قلت؟ عيد ما اسمع يا خاله. ليه شايفني على عكاز عشان تقول يا خاله؟ لا لا سلامتك الف سلامه، يعني باب الاحترام يعني. بس وش في المكان؟ ميت ما فيه روح. اذكر جيتها قبل 30 سنه يوم زواج اختي، ما شاء الله اثاث فخم ومرتب، الورد الورد وريحته ماليه المكان. بس الحين ما في الا هالورده الجميله. لا لا ابشري اقلب لك اللوبي حديقه. بس معليش الحجز باسم مين؟ ام رابال. لو سمحت ابو بدر صاحب الفندق وينه؟ انا صاحب الفندق بدر، الوالد اعطاك عمره. الله يرحمه، كان رجل طيب من اطيب الناس اللي عرفتهم، كان رجال فاضل ومحترم، قمه قمه في الاخلاق والكرم. حسن عطهم اكبر سويت عندنا الفندق. اكبر سويت انت ماخذه، وترى ماخذين ارخص غرفه. كريم كريم مثل ابوك، سبحان الله ابن الوز عوام. ما يحتاج تتعب نفسك، بس بصراحه ما يرد الكريم الا اللئيم. لا لا ابد ابد ما فيها تعب ولا شيء، الله يطول عمرك. يعني هذا الشيف فيصل من خيره الشباب اللي عندنا. يعطيكم العافيه، هذا الماغون غلاسي وابو فروه يسمونه، وولد في شمال ايطاليا. طريقه تحضيره تاخذ اكثر من 4 ايام، سيت تجربونه. ما شاء الله شكله حلو. ذوقوا يا بنات، لذيذ مش هاللذاذه، يذوب في الفم. لذيذ خطير. الله يسعدك. ماغون غلاسي كأنه ماكغون، سبحان الله. الآن أسوي لكم أحلى ماكغون. لا 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 ما يحتاج. لا لا ما فيها تعب ولا شيء، شوف فيصل توص فيهم.